ده بس الشاي الأحمر ده شاي إيه؟ شاي مصري وشاي شاي مصري؟ وزوين عجبك؟ دوقيه كده، دوقي الشاي المصري وقولي لنا، زوين عجبك؟ عجبك بالزاف؟ إيه؟ لما تكون في المغرب وتتفاجئ بإن حد بيقدم لك شاي مصري لازم تستغرب. شاي مصري أحمر، شاي العروسة بتاعنا مع بسكوت، لازم تكون في حالة ذهول. شاي مصري في الحاج قدور، يا سلام. هذا الشاي المصري عندنا يا جماعة، هذا بنشربه هكا، يكون الكوباية للآخر ويكون أحمر ويكون بالزاف هكا، نشرب معاه بسكوت، ناكل معاه بسكوت قصدي. هذا شاي مصري، شاي مصري في الحاج قدور، مدينة مكناس، قريب من مدينة مكناس في الحاج قدور. شاي مصري تعرض علينا في الحاج قدور. شنو بتشربي؟ شنو بتشربي؟ شاي أحمر. ايوه مصري. ده بس الشاي الأحمر ده شاي ايه؟ شاي مصري وشاي شاي مصري؟ وزوين عجبك؟ دوقيه كده، دوقي الشاي المصري وقولي لنا، زوين عجبك؟ عجبك الشاي المصري؟ زوين بالزاف؟ أتاي أصفر. وأتاي أصفر؟ ده بس الشاي الأحمر أحسن ولا الأتاي الأصفر؟ اسمه عبد العلي. شربت أتاي أصفر قبيلة. ده بس الشاي الأحمر هذا زوين؟ عجبك؟ عجبك بالزاف؟ صاف، شكرا. شنو سميتك؟ آسير. شكرا. شاي مصري. الشاي المصري يعتبر من الحاجات اللي الواحد فعلا مفتقدها هنا في المغرب، بالرغم ان هو موجود. شاي ليبتون فتلة موجود في السوبر ماركتات، وموجود حتى شاي مصري موجود في بعض الاماكن وبعض المحلات اللي بتبيع المنتجات المصرية في كازابلانكا. الى ان انت تكون ماشي في المغرب وتلاقي حد بيقدم لك شاي مصري حتى لو كان مصري عايش في المغرب، فتكون حاجة جميلة جدا. احلى حاجة في الموضوع النهاردة في الفيديو ان عملت حاجة كنت بعملها زمان وبنعملها كتير في مصر، ان هو يكون في بسكوت زي اللي متقدم قدامنا دلوقتي ده، ونعمل حاجة اسمها نسقي في الشاي. نسقي زي ما انا بعمل كده في الكوباية، بننزل البسكوتة في الشاي ونخليها لحد ما البسكوتة تطرى وتاخد طعم الشاي الاحمر، وبعد كده ناكلها، بتكون طعمها زوين وخرافية.